برضو استكمالا للاخبار الحلوه اللي احنا يعني مجهزينها لحضراتكم النهارده، عايزين كمان نعرفكم انه كثفت اللجنه العليا المنظمه لبطوله كاس العالم للجمباز القاهره 2022 كثفت عملها خلال الساعات الماضيه طبعا استعدادا لبطوله العالم للجمباز، وتحولت الصاله المغطاه رقم واحد في استاد القاهره الدولي الى خليه نحل بالمعنى الحرفي، كل متواجد على مدار اليوم إقامة ورش عمل لجميع اللجان المشرفة على هذه البطولة، حاجة فعلا تشرف أن مصر تاني وتالت ورابع بتستضيف من جديد منافسات بطولة عالمية وهي بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات 2022، واللي إن شاء الله هتقام بإذن الله بمنتهى النجاح في الفترة من 17 وحتى 21 من مارس. طبعا مهم جدا ان يعني دور كل فرد في هذه المنظومة لإنجاح هذه البطولة وبالتالي الخروج بالصورة التي تليق باسم مصر في يعني الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحقيقة يعني احنا ما عندناش ذرة شك في هذا الأمر. ولو حضراتكم تفتكروا احنا الفترة اللي فاتت على مدار يمكن السنتين اللي فاتوا وفي عز مشكلة كورونا مصر احنا اتكلمنا كم مرة عن كم بطولة مصر نظمتها. صحيح طبعا.